الصلاح. أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، عبد الله ابن عثمان ابن عامر، قرشي الوالدين، أمه قرشية وأبوه قرشي. بعض الصحابة أمه ليست قرشية، تكون مثلا من ثقيف، تكون من خزاعة، تكون من بكر. أبو بكر لا، أمه وأبوه كلهم من قريش. أبو بكر يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، في مرة بن كعب يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام. من أكبر سنا أبو بكر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا وقدرا طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وأبو بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف. العباس بن عبد المطلب من أكبر سنا هو ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ العباس أكبر سنا. ولذلك لما سئل العباس قيل له يا عباس من أكبر، أنت ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شوف الأدب، شوف الأدب، قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. هو أكبر مني، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن، وأنا أسن منه. في رواية قال وأنا ولدت قبله، وفعلا العباس ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. الأحاديث التي وردت في فضل أبي بكر كثيرة جدا، فوق 110 أحاديث، كلها النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني عليه، والصحابة كانوا يعرفون أن أبا بكر له مكانته الخاصة، يعني له مكانته، اختاره الله تعالى لأجل أن يصحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سفره، في أخطر سفرة في التاريخ، سفرة الهجرة. محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية من أبوه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ليش سمي محمد بن الحنفية؟ لأن أمه من بني حنيفة، وله محمد بن علي بن أبي طالب، لكن كنوع من التمييز السريع له سمي ابن الحنفية رضي الله تعالى عنه وعنها. فسأل أباه قال يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال ثم أي من خير الناس بعد أبي بكر؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال أبوك إنما هو رجل من المسلمين. كل الصحابة كانوا يدرون إن أبا بكر له ميزة في الشريعة وفي الإسلام، له مقامه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أمن الناس علي، يعني صاحب منه، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. بعدين قال لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. المسجد كان جدار المسجد، يأتي الصحابي ويبني بيته ملاصقا للمسجد، يعني يأتي مثلا يبني ثلاثة جدران، ويصير الجدار الرابع هو جدار المسجد أصلا، يبني ثلاثة جدران ويضع له بابا إلى الطريق وبابا إلى المسجد مباشرة. وكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أساسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة وجد جدار المسجد كلها أبواب، وأصلا المسجد بني في مساحة في مكان اليتيمين وأعطوا يعني قيمته. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبني بيوته ملاصقة للمسجد، لكن بقي جدار المسجد فارغ، فصار الناس يأتون ويبنون بيوتهم ملتصقة بالمسجد، ويجعلون لهم أبوابا تفضي بهم إلى داخل المسجد. فلما رأى الأبواب كثرت قال سدوا كل خوخة في المسجد، يعني كل باب، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ويقول إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر. أبو بكر لما بدأ المسلمون يهاجرون أقبل أبو بكر وقال يا رسول الله أبهاجر، هو فلان هاجر وفلان هاجر، أبهاجر يا رسول الله؟ قال لا انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. حس أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذه معه لأجل أن يصطحب في السفر في الهجرة، فجهز راحلتين بطعامهما وشرابهما وجهز للسفر يعني الهجرة. ثم لما جاءت الهجرة ومره النبي صلى الله عليه وسلم يخبره قال أبو بكر يا رسول الله الصحبة،
قال الصحبة. ثم قال يا رسول الله عندي راحلتان جاهزتان، احنا نحتاج إلى رواحل تحملنا، أنا عندي ناقتين أو بعيرين جاهزة للسفر. فقال عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب عزة في النفس ما يرضى يمد يده لأحد، قال لا، بالثمن بالثمن، أنا ممكن أخذ منك الراحلة لكن بقيمتها، هو تعطينيها ببلاش. ولذلك ربي نفسك أنك ما تقبل حاجات الناس تمد يدك إليهم، لا تقبل أن يكون لأحد عليك يد قدر المستطاع، خليك عزيز نفس. النبي صلى الله عليه وسلم في هالموطن ويتكلم مع رجل يحبه وله عنده مكانه، وبعدين يا أخي شرف لأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل راحلته ولا لا؟ شرف لك يا أبا بكر أنه يقبل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، إلا بالثمن. قال بالثمن يا رسول الله، حتى أخذها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى أبو بكر صاحب فضل في 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 مواقف كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما في أحد جاء يوم من الأيام وتصدق للمسلمين إلا كافأناه، عطيناه بدل صدقته يعني حتى نكافئه بها، ما في أحد جاء يوم وأحسنك إلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يقبل الهدية ويكافئ عليها، يعني يأتيه واحد، يأتيه مثلا زاهر بن حرام الأشجعي رضي الله عنه، يأتيه من أعرابي، يأتيه من الصحراء إليه، فيهدي للنبي صلى الله عليه وسلم إقط وسمن وأشياء جاء بها من الصحراء من الغنم صنعها وكذا، فيعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الهدية إلا أن يعطيه هدية مقابلة لها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه من هدايا المدينة، يعطيه تمراً أو حباً براً شعيراً قمحاً إلى آخره، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بس يجمع الهدايا ويشكر الناس دون أن يكافئهم. فهو عليه الصلاة والسلام يقول ما في أحد له يد علينا إلا كافأناه بها، إلا واحد، إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط كما نفعني مال أبي بكر. طيب السؤال اللي أنا ألقيت المحاضرة عشانه، كيف يا جماعة وصل أبو بكر إلى هذه المرحلة؟ أولا أبو بكر عنده محبة صادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، محبة صادقة ما هو بالدعاء. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لا يؤمن أحدكم حتى أكون، تقريبا يعني تقريبا كل شهر ونقوم في قريش ونخطب، قال عليه الصلاة والسلام يا قليل أنا أخاف على المسلمين العدد القليل، قال يا رسول الله لا العدد كثير 30. فلم يزل أبو بكر برسول الله عليه الصلاة والسلام حتى خرج معه، وأقبلوا وقفوا عند الكعبة، وكانت الكعبة كما تعلمون حولها نوادي قريش وجلسات قريش، أي واحد عندهم يريد أن يبيع شيئا، يريد أن يعلن شيئا، يريد أن يعقد اتفاقا حول أي شيء، يأتون دائما عند الكعبة في النوادي. فجاء أبو بكر وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الصحابة، تفرقوا في المسجد، ثم صاح بهم أبو بكر يقرأ القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأقبلوا إلى أبي بكر يضربونه وتفرق المسلمون، وأقبلوا على أبي بكر وضربوه ضربا شديدا حتى وقع على الأرض، وعمره فوق 40 يعني ما هو بتقول والله أبو 18 19 20، رجل أبو عيال، وجعلوا يضربونه حتى أقبل عتبة ووضع نعلا له مخصوفا نعل جلد على وجه أبي بكر، وجعل يفركه عليه حتى تمزق الوجه. فمضى رجل إلى قبيلة أبي بكر بني تيم وقال أدركوا ولدكم، تراهم اذبحوه قتلوا. فأقبل وإذا أبو بكر في دمائه ما يدري عن شيء، ضرب على كل جسده، فأقبلوا بثوب وحملوه وقالوا لعتبة وغيره والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة، مات ولدنا ننتقم له،
ومضوا به إلى بيته وضعوه على فراشه، مسحوا الدم ويعني وهذا اللي في قدرتهم، ما عندهم إسعافات أولية ولا. فظل على حاله وقتا طويلا حتى أفاق، ما يدرون هو حي ميت. فأول كلمة قالها لما أفاق التفت فرأى أباه ورأى أمه ورأى بعض قومه، أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب أبوه قال: تسأل عنه وهو الذي فعل بك ما فعل؟ طبعا اللي فعل هذا مو هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قريش، لكن كأنهم يقولون يعني السبب في إصابتك بهذه الإصابات هو اتباعك له. فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركه أبوه وخرج، وخرج قومه. فاجتهدت أمه أن تطعمه شيئا: يا ولدي طيب كل شيء، اشرب شيء يا ولدي. فقال: يا أمي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أدري عنه والله، ما أدري. وأبو بكر خايف لأنه صاحب الاقتراح، فخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ضرر. قال: اذهبي إلى أمي جميل بنت الخطاب وادعيها لي. أم جميل أخت عمر رضي الله عنهما، وكانت تخفي إسلامها. فأقبلت أم جميل مع أم أبي بكر ودخلت عليه، فلما رأته أم جميل بكت، قالت: والله إن قوما فعلوا بك ذلك لقوم سوء. أعوذ بالله، يعني وش الضرب هذا؟ وش القتل؟ وش؟ قال: لا عليك يا أم جميل، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع، يعني لا تورطني، أمك موجودة وتدري أني مسلمة، والله أني يعذبوني بكرة، هذه أمك تسمع. لا، قال: لا عليك منها، أمي ما منها خطر. فقالت: هو سالم صالح، أبشرك إنه بخير. قال: أين هو؟ قالت: في بيت الأرقم. قالت أمه: قد علمت خبر صاحبك، فقم، قم كل طعاما أو اشرب شرابا، بعضك تمر أعطيك لبن. قال: لا والله لا أذوق ذواقا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني. فلما أظلم الليل قام يتكئ عليهما حتى وصل إلى بيت الأرقم وطرق الباب، فنظر المسلمون من خلال فتحات الباب وقالوا: يا رسول الله هذا أبو بكر. قال: افتحوا الباب. ففتحوا له ودخل أبو بكر، وإذا وجهه ممزق وجسمه يقول: فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رق له رقة شديدة، يعني كاد أن يبكي، وضمه. وأبو بكر يقول: يا رسول الله لا عليك، لا عليك، يعني ما تراني بخير، ما جاني شيء، حتى ما يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله لا عليك، لا عليك، يا رسول الله لا، لا عليك، يعني أطمن، ما صار شيء، لا عليك، لا عليك يا رسول الله. هذا مما رفع أبا بكر شدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أنك ترتفع منزلتك، أحب هذا الرجل اللي قال الله تعالى فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرجل اللي قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، هذا أولا. الأمر الثاني، أبو بكر كان عنده خبيئة بينه وبين الله، أعمال سر في الخير والنفقة والصدقة. كان أبو بكر يمر قبل ما يصير خليفة، يعني يمر على عجائز في المدينة يحلب لهن، عجوز وعندها عنز، وإذا أرادت العجوز أنها يعني تحلب عنزها مشقة عليها، تجيب الإناء وتلحق العنز والعنز تهرب منها وتمسك العنز، يبغى لها واحد شباب يعني. فكان أبو بكر كل يوم بعد الفجر يصلي في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح أشغاله، عنده غنم وعنده الشغل ويمكن عنده مزرعة، قبل ما يروح الشغله يمر على هالبيوت: سلام عليكم، ويأتي عند عنزها ويحلبها. يقول: وكان يخير العجوز: أزبد أم لا أزبد، يعني هل تريدين الحليب بالزبد ولا تريديه من غير زبد؟ إذا قالت أريده بالزبد يبعد الإناء عن ضرع العنز، فلما يحلب
يصير في زبد لما يضرب الحليب من بعيد يصير في زبد. إذا قالت لا يقرب الإناء، شوف يعني يخيرها وهو قاعد يخدمها لله. ثم يصنع ذلك بعدد من العجائز ويمضي. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، قالت جارية صغيرة بنت لعجوز، قالت انشغل عنا أبو بكر يا أمي، الله يعيننا من بيحلب لنا، الله يعيننا كل يوم نركض وراها العنز ونحلب ونصلح، انشغل عنا أبو بكر يا أمي، فما درت إلا وأبو بكر هو الخليفة داخل. قال والله لا أدع شيئا كنت أفعله لله. أنت إذا أردت أن الله يرفعك احرص يكون في خبيئة بينك وبين رب العالمين، عمل صالح، عمل صالح. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قالوا لما غسلوه رأوا في ظهره آثار حمل كأنه اشتغل حمال، فقالوا ما نذكر أنه اشتغل حمال، غريب. يقولون فلما توفي ودفن انقطعت الميرة عن بيوت في المدينة، كانت الميرة الطعام يعني كانت تأتيهم في الليل، ما يدرون من يأتي بها، يعني كان يأتيهم كيس طعام في الليل أو كذا، ما يدرون من يحطه عند الباب، فلما مات عرفوا أنه اللي كان يصرف عليه. فهذه خبيئة بينه وبين الله. ذكر الذهبي لما ترجم لأحد العلماء قال كان متخصصا، شوف الخبيئة هذه ما هي، ليست صدقة، كان متخصصا في تحفيظ العميان سورة الفاتحة. العميان ربما يهملهم أهلهم في السابق، يعني اليوم ممكن الأعمى يحفظ القرآن كاملا إما عبر محفظ أو عبر الأجهزة الحديثة، يجيب له جهاز يضغط ويكرر عليه السورة ويحفظها، لكن في السابق ما فيها الأجهزة. وأيضا أهل البيت ربما ما يحفظون الفاتحة جيدا، الجهل منتشر يعني بين الناس. فكان هذا العالم، إذا علم أن أحدا عندهم أحد عميان يروح ويطرق عليهم الباب، يقول أبغاه بس أحفظ الفاتحة، ويحفظه الفاتحة. يقولون حتى حفظ 70 أعمى القرآن، هذا كلام الذهبي، ما أدري عاد القرآن كاملا ولا حفظهم بعض القرآن الذي يقومون به في صلاتهم على الأقل. هذا برضو عمل صالح، خبيئة بين العبد وبين ربه. أذكر مرة كنت في جيزان، وجيزان يعني ديار علم من القديم، فحدثوني عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وكنت زرت بعض كبار السن ممن كانوا طلابا سابقا عند الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. فقال لي أحدهم، قال إن الشيخ عبد الله القرعاوي كان لا يدع بابا من أبواب نفع الناس إلا فعله. قلت له أعطني مثالا. قال مر يوما ببئر، وهذا البئر كان رعاة الغنم إذا رجعوا من رعيهم للغنم في الليل عند غروب الشمس، إذا رجعوا طبعا هم كل واحد من رعاة الغنم يركب حمارا، وهذا الحمار عليه قربة أو قربتان تعبأ بالماء يشرب منها وهو رايح، وهو راجع يعبأها بالماء يذهب بها إلى أهله كما هو معلوم. يعني يقول فرأى أن هؤلاء رعاة الغنم يأتون ويكون فيه واحد مسؤول عند هذا البئر، هذا المسؤول يمسك أكرمكم الله الدواب ويصفها وراء بعض، هذه الحمير، ويبدأ يأخذ هذا الدابة مثلا ويطلع ماء من البئر ويعبي القرب، بعدين ينادي يا فلان تعال يعني شغلك جهز، يجي ويعطيه شيئا يعني كأجره، ويأخذ حماره ويمشي، يمشي به وما عليه من ماء. فرأى الشيخ عبد القرعاوي هذول يجلسون يمكن ساعة كذا ينتظرون لحد ما الإبل، لحد ما هذه الدواب تأخذ يعني مكانها وتعبي. فجاء يوم الأيام ووقف قال تعالوا أحفظكم سورة الفاتحة، تعالوا وقصار السور تعالوا. فما التفتوا إليه، يعني غير مهمة بالنسبة لهم، يعني في ذلك الحين الجهل منتشر بين الناس. فجاء من غد ومعه كيس ومعه إناء، فجاء بهذا الإناء ووضعه على الأرض وفتح الكيس وسكب ما في الكيس في الإناء، وإذا هو تمر
فقال لهم تعالوا كلوا تمر. تعرف الواحد طول اليوم شغال وجايع، فأقبل وجلسوا يأكلون تمر. قال طيب ليش ما تحفظون الفاتحة ما دام انكم جالسين؟ رددوا ورائي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقول وتردد عليهم 3 أيام حتى حفظوا جميعا الفاتحة وقصار السور، قل الله أحد، قل أعوذ برب الناس، ثم غادرهم ومشى. الخبيئة بينك وبين الله ترفعك. هل عندك بين الله بينك وبين الله خبيئة؟ تقول اي والله يا أخي أنا عندنا سكن عمال وكنت أصلي معهم وأحفظهم قصار السور طلبا لما عند الله. أقول بيض الله وجهك، هذا العامل سيقرأها إلى أن يموت، وربما حفظها لأولاده ولك أجرك. واحد يقول والله لا والله بس كان في ناس هنا فقراء مساكين وما عندهم شيء، وكلمت إمام المسجد وبعدين ساعدناهم الحمد لله. أقول الله يجزاك خير، هذه أيضا خبيئة بينك وبين الله تنفعك وترفعك. قال لا والله بس أنا احنا سافرنا مرة وأخذت معي مجموعة مصاحف ووضعتها في المسجد في القرية التي ذهبنا إليها. جزاك الله خير، كم من قارئ يقرأ الآن بهذا المصحف ولك أجره. قال واحد والله أنا أخذت مصاحف مترجمة لما سافرنا إلى بلد كذا وكذا. أقول بيض الله وجهك وجزاك الله خير، هذه المصاحف الآن تشهد لك عند الله. أبو بكر كان عنده مع الله خبيئة بينه وبين الله، فعلم الله تعالى صدقه فرفعه بذلك. أبو بكر كان يتحرى الحلال، ما يأكل إلا حلال، ما يأكل إلا حلال. مرة أقبل غلام لأبي بكر، هم كانوا في السابق العبيد المماليك عندهم يرسلونهم يشتغلون، إما يشتغل عنده وإذا كان ما يحتاج يشتغل عنده يشغله عند غيره، فيقول له روح اشتغل بناء، اشتغل حمال، اشتغل كذا، وأرجع إلي كل يوم بمال. فكان هذا الغلام كل يوم يذهب ويشتغل ويرجع إلى أبي بكر ويعطيه مثلا 4 دراهم 5 دراهم لكسب اليوم، فأبو بكر ربما أعطاه منها درهم درهمين يعني عن تعبك. فكان أبو بكر كل يوم إذا جاءه الغلام وأعطاه فلوس يسأله يقول لها ماذا اشتغلت اليوم؟ فيقول والله اليوم اشتغلت حمال، اليوم اشتغلت بناي، اليوم اشتغلت راعي غنم، اليوم اشتغلت، كل يوم يطلع يعني يتكسب. فيوم من الأيام جاء الغلام إليه، والغلام جاء إليه وليس معه مال، لا أقبل إليه ومعه طعام، وجاء ووضع الطعام بين يدي أبي بكر. أبو بكر بسم الله ومد يده وأكل لقمه وبدأ يمضغها وبلعها وخذ اللقمة الثانية. فقال له الغلام ما سألتني اليوم إيش اشتغلت؟ دايم كل يوم تسألني ماذا اشتغلت اليوم؟ اليوم ما سألتني. قال أبو بكر دفعني إلى ذلك الجوع، والله أنا اليوم جايع عشان كذا ما سألتك، ها إيش اشتغلت اليوم؟ قال اليوم ما اشتغلت، اليوم راحة، أبشرك اليوم راحة. قال كيف راحة؟ قال في الجاهلية تكهنت لقوم ولا أعرف كهانة، يعني في الجاهلية في ناس جاءوني وقالوا لي أنت تعرف الغيب؟ قلت لي أعرف الغيب. قالوا يلا خبرنا بالغيب إيش بيحصل لنا؟ يقول وجدتم عقولهم كذا وضربت لي حجرين فوق بعض وقلت أوه سيحصل لكم كذا، تكهنت وأنا ما لست كاهنا بس كذا لعبت عليهم. قلت أعطوني أجرة؟ قالوا والله ما عندنا أجرة الآن. اليوم مررت بهم وعرفوني وعندهم عرس، قالوا تعال أنت تطلبنا أجرة من قبل، تعال خذ هذا الطعام أجرتك. فاليوم أنا ما اشتغلت، اليوم أنا راحة، لكن تفضل هذا الطعام. قال أبو بكر إيش هذا الطعام؟ هذا قيمة كهانة، أعوذ بالله. قال نعم، فدفعه إليه وطلع اللقمة اللي في فمه ثم أدخل أصبعه حتى يطلع اللقمة اللي أكلها. قالوا ما هذا الحرص يا أبا بكر؟ ليش حريص لهالدرجة أنك تطلع اللقمة؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أبو بكر كان حريصا على تحري الحلال ولذلك رفعه الله. انتبه لا يدخل إلى جوفك حرام، لا تدخين ولا مسكرات ولا مخدرات ولا أموال حرام ولا طعام حرام، انتبه. لما قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة.
هذا مما رفع أبا بكر، مما رفع أبا بكر كثرة محاسبته لنفسه. ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي شاب صغير، كان له بستان مجاور لبستان أبي بكر، فاختلف على شيء. تعرف جيران، إلا الماء دخل عندي قبلك، لا والله اللي عندي طيب، هل النخلة هذه المفروض نسوي بها كذا؟ لا، اختلف على شيء. فأبو بكر غضب وقال لذاك الشاب كلمة يعني شديدة، ما ذكرت في السير بس من الكلام اللي يقول الواحد عند الغضب. ثم ندم أبو بكر فقال للشاب اقتص مني. شو محاسبة النفس؟ قال قل لي زي قل لي مثل الكلمة، اقتص مني. قال لا أفعل. قال اقتص مني يا أخي، الكلمة اللي قلتها لك قل لي مثلها، خلاص ونصير خلاص يعني سواء، اقتص مني. قال لا أفعل. فمضى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومضى وراءه الشاب، وقال بكر أبو بكر لأشكونك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمرك شفت واحد يقول لثاني سبني ولا بروح أشتكيك؟ شو محاسبة النفس، يقول أبغى تأخذها في الدنيا حتى ما تأخذها مني يوم القيامة. فمضى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربيعة بن كعب الأسلمي وراءه، فقال يا رسول الله إني كنت فعلت كذا وكذا، وإني قلت له يا رسول الله يقتص مني فلم يفعل، يا رسول الله فماذا يعني ماذا أفعل؟ ضايق صدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا يا جماعة من شدة محاسبته لنفسه. إذا تبغى الله يرفعك حاسب نفسك دائما. واحد نظر إلى شيء محرم في جواله، حاسب نفسك، استغفر الله وأتوب إليه، يا ربي سامحني، يا ربي سامحني، يا ربي سامحني واعفو عني وتجاوز عني. واحد غضب يوم الأيام وصرخ على أبيه ولا على أمه، حاسب نفسك، استغفر الله، والله ما يجوز وحرام، ويا الله ولا كيف سيسألون الله عن ذا. واحد نام حتى طلعت الشمس ولا صلى الفجر في وقتها، حاسب نفسك، كيف ما تصلي الفجر في وقتها؟ واحد قصر في طاعة من الطاعات، خاصة الأمور الواجبة يا جماعة، واحد اغتاب أحدا، ليش تغتابه؟ حاسب نفسك. مما رفع أبا بكر، كان يحاسب نفسه دائما، مما رفع أبا بكر حرصه على صفاء نفوس إخوانه، ما يحب أحد يزعل عليه، ما هو بيرمي كلمة على جاره ويرمي كلمة على صاحبه ويرمي كلمة على أخيه ويقول والله بترضى يا مرحبا، ما بترضى أضرب راسك الجدار، لا، يحرص على أن يصفي قلوب إخوانه عليه. وقع مرة بين أبي بكر وعمر شيء، صحابة يا أخي وبشر، وقع بينهم مشكلة صغيرة، فمضى أبو بكر إلى عمر وقال يا عمر استغفر لي سامحني، فأعرض عنه عمر زعلان، قال يا عمر استغفر لي، فأعرض عنه يعني زعلان ما رد عليه. فمضى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضايق صدره، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أما صاحبكم فقد غامر، يعني مثل الغامر يعني مثل اللي يقع في غمرات الماء، غمرات الماء اللي تغرق. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنه وقع بيني وبين عمر شيء، فقلت استغفر لي يعني خلاص سامحني، وأبى يا رسول الله وضايق صدره. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يناديه، شوف ما يبغى يبقى في قلب أحد عليه شيء. فجاء إليه عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم على عمر يعني سيعاتبه، يقول يا عمر أخوك يقول لك سامحني وما تسامحه ليش؟ فجثى أبو بكر على ركبتيه، كان واقف وجثى على ركبتيه، قال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا اللي ظالم، أنا كنت أظلم. ودي بس تفكر الآن كم واحد من إخوانك في نفسه عليك شيء، فكر، جيرانك، زملائك، ربما إخوانك الأشقاء، أخواتك، ربما أعوذ بالله أمك أو أبوك بعد، فكر كم واحد ربما في نفسه عليك شيء. هل أنت مثل أبي بكر تجثو على ركبتك أنا كنت أظلم خلاص يا رسول الله استغفر لي؟
هل أنت فعلا حريص على أن تصفى النفوس تماما في مثل هذا ولا لا؟ احرص دائما على تصفية النفوس دائما. ولذلك شوف كيف أبو بكر حريص على هذا، أرسل يا أخي رسالة لصاحبه قال يا أخي خلاص عفى الله عما سلفه ومعليش أنا ذاك اليوم أخذني غضب وتكلمت عليك والله يغفر لنا ولك، أنهي الموضوع إذا كنت فعلا أن يرفعك الله تريد أن يرفعك الله. مما رفع أبا بكر محاسبته لنفسه في لسانه، وكان أبو بكر يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. إذا تريد الله يرفعك احرص على أن تحاسب نفسك دائما على ما ينطق به لسانك. أبو بكر لم يسجد لصنم قط في جاهلية ولا إسلام. يقول لما سألوا قالوا لي كيف ما سجدت لصنم؟ قال أخذني أبي وأنا صغير إلى الأصنام، أخذوه صغير يعني توه بادي يعقل يمكن 7 سنوات 8 سنوات، ذهب به إلى مكان الأصنام وقال يا بني هذه آلهتك الأولى، يعلمه يعني الحين حتى يعطيه العقيدة، يقول له هذه آلهتك وكذا يعني تعرف عليها. ثم مضى أبوه، يقول أبو بكر فرأيت وإذا فيها كبار وصغار فقلت أنا جائع أطعموني، فما أطعموني، قلت أنا عطشان اسقوني فما سقوني. قال فأخذت حجرا ورميت به أحدهم، في أكبر وفي أصغر، فسقط، خذ الحجر ورمى به أحد الأصنام اللي على الأرض وسقط الصنم. يقول فقلت هذه لا تغني عن نفسها شيئا، كيف أنا لما أقع في كربها أقول ساعدوني وهي لم تغني عن نفسها شيئا؟ قال ثم والله ما سجدت لها لا في جاهلية ولا في إسلام. أبو بكر لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أبو بكر في الجاهلية كان حامل لواء المشركين، هو حامل لواء أهل مكة قائدهم يعني، وكانت أموال قريش عنده، بل كانت الأزلام اللي يستقسمون بها حقة الحظ والنصيب هذه يحفظونها عنده خايفين عليها، هذا في الجاهلية قبل الإسلام، لأنه كان أمينا صادقا كان عالما بالأنساب. أبو بكر، أبو بكر بكلمكم عن حياته الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أبو بكر جاء، طبعا بنته عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، فأبو بكر جاء مرة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، جاء وطرق عليه الباب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة شيء، بينه وبين زوجته شيء يعني خلاف معين، وإذا عائشة تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فقال أبو بكر ائذنالي ائذنالي افتحوا الباب. غضب لما سمع أن عائشة كيف تخاصمين النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل، فأقبل على عائشة غضبان قال أي عدوة نفسها ترفعين، أي عدوة نفسها، وجاء بيضربها ستار، إذا ما في جدار تروح تختبئ وراءه إلا ستار، إذا جاءهم ضيف جلست المرأة وراء الستار، هذا نظامهم يعني في بيوتهم، أو تطلع من البيت وهي ما يمديها تلبس عبايتها وعشان تطلع تهرب من الضرب، فما عندها تحتمي إلا بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتدني، وكان عريض المنكبين عليه الصلاة والسلام، ضخم الكراديس يعني يدينه فيها ضخامه قوي يعني عليه الصلاة والسلام. فجاءت عائشة تحتمي وراءه، وأبو بكر يبغى يضربها يجي يمين ويسار، وعائشة تحتمي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحامي عنها، ما أبعد وقال يلا أدبها، يحامي عنها حتى خرج أبو بكر. فلما خرج التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليها، شوف يا أخي أخلاق الأنبياء أخلاق الأزواج، الذين ينبغي أن يقتدي الأزواج بهذا الزوج النبي صلى الله عليه وسلم،
يقولون فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، ما قال لها أصلا أنا عندي زوجات غيرك، ماذا أريد منك، وش أبغى بك أصلا، ما إذا بغيتيني تعالي لي، ها مع السلامة، وراح عند غيرها. لا لا، ما كانت هذه أخلاقه. هذا درس لمن عنده تعدد. فجعل يترضاها ويقول لها أما رأيتيني منعتك عن الرجل، ما تشوفيني دافعت عنك، يعني ما خلاص عاد أرضي، ما تشوف أنا قاعد أدافع عنك قبل شوي عند أبوك، ما تشوفيني دافعت عنك، أنا ما رأيتني منعتك عن الرجل، يعني كأنه يقول لو أنا زعلان خليته يضربك، مع أنه يقدر يضربها بعد الصلاة والسلام يعني، لكن يقول أما رأيتيني منعتك عن الرجل، أما رأيتيني، لين تراضوا وصاروا يضحكون. أبو بكر خذ له لفة ولا صبر ورجع. شفت أحيانا بعض الناس إذا صار غضبان، أنت الحين لو تغضب على ولدك تلقاك تدخل غرفته وتضربه، وبعدين تطلع وتنزل مع الدرج، وبعدين وش تسوي؟ تصعد مرة ثانية وتضربه، تقول ما برد قلبي إلى الحين، ترجع تطقه مرة ثانية. أنتوا تسوون كذا ولا بس أنا؟ أحيانا ما يشفي صدرك ضرب مرة واحدة، تحس إنك ماش ما برد قلبك، تأخذ لك لفة في الصالة وترجع مرة ثانية وتعطيه علقة، ثم تطلع وتجلس على كرسي، بعدين لا الموضوع كبير لازم أطقه زيادة وترجع وتضرب. فأبو بكر خذ له لفة ولا صبر ورجع بيضرب، ماش ما ضربته أنا قبل شوي. وجاء وطرق الباب فأذن له ودخل، وإذا هما يتضحكان، فقال سبحان الله ما رأيت عجبا كاليوم قط من غضب بجانب رضا. يعني الواحد عادة إذا غضب يقعد له 4 أيام 5 أيام زعلان، قبل شوي غضبانين وفي خلال دقائق تراضيتم وتضحكا، قال ما رأيت عجبا كاليوم قط من غضب بجانب رضا أو غضب بجانب ضحك. ثم قال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، زي ما قبل شوي دخلت في الحرب اللي بينكم وبأضرب وكذا، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. هذا من مواقفه رضي الله تعالى عنه في يعني حرصه على الإحسان. كان أبو بكر ينفق على أعداد من قرابته الفقراء. شوف اليوم بعض الناس الأخيار الله يجزاهم خير، تلقاه مثلا يدري أن ابن عمه مثلا وضعه المادي مثلا كذا، وان فلان يساعده على الحياة، يعني راتبه قليل او كسبه قليل او كذا، فتلقاه وثاثة. هذا من قرابة ابي بكر، قيل هو ابن عمة ابي بكر. كان ابو بكر يحسن إليه، وإذا يعني احتاج شيء جاء وأخبر أبا بكر وأعطاه أبو بكر فلوس وكذا، أبو بكر صاحب يد عليه يعني. فلما وقعت حادثة الإفك ومضت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم وهم راجعين نزلت عائشة من بعيرها وراحت تقضي حاجتها، جو وشالوا البعير ومشوا ولا يدرون عائشة ما هي موجودة. رجعت عائشة ما وجدت الجيش، جلست تنتظر، فجاء صفوان بن المعطل متأخر عن الجيش ورآها وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإنا إليه راجعون. فتغطت عائشة وقرب البعير عندها وركبت البعير ومشى حتى أدرك الجيش وداها للنبي صلى الله عليه وسلم وراحوا للرجال، خلصت المشكلة يعني انتهينا. مثل يا أخي عفوا لو أنت وقفت تعبي في محطة بنزين فرضا، ثم وجدت امرأة واقفة عند بقالة برا في الشمس، وربما كان الطريق غير مأهول، أنت رايح قرية من القرى والطريق موحش والليل بيجي، فجيت ووقفت عندها قلت السلام عليكم يا أختي، وصدت عنك يا أختي السلام عليكم، أنت وين أهلك وين كذا؟ قالت والله ما أدري، بس إحنا 3-4 سيارات مع بعض، وأنا نزلت دورة المياه والظاهر أهلي مشوا يظنوني ركبت مع عمي، وأنا ما معي جوال وشكلهم ما فقدوني إلى الآن. ودائم سبحان الله ترى إذا كان 3-4 سيارات مع بعض وهذولا راكبين مع هذولا وهذولا راكبين يتلخبطون أحيانا، يعني يقولون وين فلان الولد فلان، وقال والله يمكن ركب مع خواله، إذن امشوا. لا تأكدوا يا أخي. فالبنت نسوها أهلها، أنت وش بتسوي؟ تتركها؟
ولا بتوقف سيارتك عندها وتقعد تنتظر إلى أن يعودوا إليها، وربما لا يعودون إلا ربما بكرة، ولا في مواطن ما لك تصرف آخر إلا أنك تقول يا أختي تفضلي أوصلك يا أختي، ما في يعني ماذا أفعل، وتركبوا معك وتمشي قدام، وين قالت والله هم بيروحون للقرية كذا، شوف على يمين وصلت تفضلي انزلي الله يحفظك مع السلامة. ظروف السفر تختلف وانتهى الموضوع. صفوان بن المعطل اللي عمله هو هذا العمل، لقى له واحدة في الطريق نسوها، ركبها البعير وصلها في أمان الله ومع الرجال وانتهينا. لكن المنافقين ما سكتوا، قال المنافقون والله ما سلمت منه ولا سلم منها، يتهمون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاض في ذلك من خاض، من ضمن اللي خاضوا في الموضوع الرجال اللي كان أبو بكر يتصدق عليه ويعطيه، أنت ابن عمتي والله ما تحتاج لغيري، والله ما إن احتجت فلوس تعال عندي، وفي الأخير يتكلم على بنت أبي بكر مصطح بن أثاثة، تكلم عليها يعني في عرضها يعني هو بلعب. فأبو بكر سكت وجلسوا شهر والناس يتكلمون فيها، حتى أنزل الله تعالى في أول سورة النور براءة عائشة رضي الله عنها، فلما قرأت الآيات دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي افتروا زين وجلدهم، حد الفرية، تفترون على زوجتي ولا زوجة غيري، حد الفرية، حد القذف. فأبو بكر عرف أن هذا الرجل اللي أنا يعني لحم كتافه من خيري ويتكلم على بنتي، فقال أبو بكر والله لا أتصدق عليك بعد اليوم أبدا، والله ما عاد تشوف مني درهم، هذا جزاي أقعد أنفق عليك وأحسن إليك، في الأخير تتكلم على بنتي في عرضها، بدل ما تدافع عني تكلم على بنتي، والله لا أتصدق، والله ما تشوف مني تمرة، والله لا أتصدق عليك بعد اليوم أبدا. فأنزل الله تعالى الآيات ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا من للقربى واليتامى والمساكين، ثم قال الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت الآيات توجيه لأبي بكر، يا أبا بكر ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، الإلاء هو الحلف، مثل ما قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، اللي يحلف يقول اقسم بالله ما عاد أنا معك، هنا لك أربعة أشهر ولا تكفر عن يمينك ولا تطلقها، ما يجوز الواحد يعني يتركها هكذا، يذرها كالمعلقة، الإيلاء. فيأتلي يعني لا يحلف، فالله يقول لأبي بكر لا تحلف أنك ما تنفق عليه، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الله وسع عليك يا أبا بكر أكثر منه تخليه، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ثم عاد أبو بكر مرة ثانية إلى الإنفاق عليه، شوف هذا من مواقفه في بيته. أبو بكر كان صاحب حكمة، مر أبو بكر يوما برجل وإذا هو يخاصم جاره لأجل أخيه، يعني أخو هذا الرجل جاء زائرا وصار يعني إشكال صغير بين الأخ الزائر وبين الجار، فصار صاحب البيت يصرخ على جاره ولا يتكلم على أخي. فقال له أبو بكر، شوف الحكمة، قال أبو بكر لا تخاصم جارك فإنه الذي يبقى والناس يذهبون. يعني أنا أعطيك مثال الحين، لو أنت ساكن في جدة وجاك أخوك من الشرقية، أخوك هذا ما يجيك من الشرقية إلا كل صيفية مثلا، يجي أسبوعين كذا ويصيف عندكم ويمشي مثلا يعني، ثم وقع بينه وبين جارك إشكال، قمت أنت وخربتها مع جارك وصرخت على جارك وتكلمت عليه، وأنت
غير محترم ولا تحترم ضيوفي وخربتها مع جارك. وجلس أخوك كمل 4-5 أيام اللي عندك ومشى، وظللت متخاصما مع جارك. ربما بكرة يمرض واحد من عيالك، ما في أحد يوديه المستشفى، يتصلوا على جارك يقول لا مع السلامة، ما بيننا وبينكم علاقة، أبوكم يقول لا تسلم علي ولا تشوفني ولا يعمل لي مشكلة بعد. ربما لا قدر الله يقفز حرامي على بيتك وانت مسافر، وجارك يشوفه يقول خله، أنا وش دخلني في الموضوع. ربما يجي واحد بيكسر سيارتك، يأتي أطفال يعبثون، يأتي جارك هذا ترى أهم من غيره، جارك هذا هو الحارس على بيتك، هو الصاحب والصديق. أليس بعض الجيران اليوم يكونون جيران لمدة 10 سنوات و15 و20 سنة؟ ولا لا يا جماعة؟ أنا عندي في الحارة جيران الآن منذ أن سكنت الحارة وهم جيراني، ربما يعرفون من أسراري وأسرار بيتي أكثر مما يعرف إخوتي. هذا كلام صحيح ولا لا يا جماعة؟ الجيران يعرفون أمورك ويسمعون، ربما لو تهاوشتوا في البيت سمعوا، ربما لو طلع واحد من عيال برا رجع، من يأتيك من يخرج من عندك، كل هذا يعرفونه. فأبو بكر يقول لهذا، يقول لا تخاصم جارك، ترى جارك مهم، يعني ممكن تحل المشكلة بينه وبين أخيك من غير ما تزعل الجار. لا تخاصم جارك فإنه الذي يبقى ملاصقا لك والناس يذهبون. هذه من حكمته رضي الله تعالى عنه في يعني تأديبه للناس. بقي معي بعض الأمثلة لكن يبدو أن الوقت معنا يعني أزف. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشملنا برحمتك، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في بلادنا، احفظنا في المملكة من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجمعنا يا رب على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأشكر لكم جزاكم الله خير هذا الحضور والاستماع الطيب، وأشكر الإخوة حقيقة في المكتب التعاوني تنسيقهم، وفي وزارة الشؤون الإسلامية، وفي الجهات الأخرى في الأمارة وفي غيرها. الله يجزيهم خير جميعا على مثل هذا الإعداد الطيب. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.